ابو عبد الله القرشي كان رجلا من مكة في القرن الرابع الهجري، وكان له زوجة سليطة اللسان عافاكم الله. الحمد لله احنا ما عندناش حد سليط اللسان، ده في بلد اخرى، في مدينة اخرى، في دولة اخرى، في قارة اخرى، خلاص مش تروح وانت رايح في السيارة سمعت الشيخ ماذا قال. ماذا قال الشيخ؟ المهم يعني فابو عبد الله القرشي 26 سنة وزوجته تؤذيه وهو لا يتكلم، لا يشتكي لأمه ولا لأخته ولا الأصدقاء ولا الزملاء أبدا. ففي الآخر قال أنا بدل ما أؤذيها وأطلقها وأصبر عليها أعمل إيه أعمل إيه، وعندي 5 أولاد ولا 6، أنا أخرج كده إيه شهر كده في سبيل الله بعيدا عن البيت. فماشي لي جبل، فوق الجبل فيه أشخاص بيتحركوا، لي شخصين كده طلع الجبل، قالوا انتوا تعملوا ايه هنا؟ والله احنا بنصوم النهار ونقوم الليل ونبتعد عن صخب المدينة، عندنا قطيع كده غنم حتى مات القطيع كله وننتظر فرج الله في ان يرزقنا، ممكن اقعد معاكم؟ اتفضل. لا سألوه انت من؟ فاول ليلة صلوا العشاء، قال يلا انت الضيف الكريم ادعو الله عز وجل ان يرزقنا بمن يرزقنا بطعام. قال يا عم انا كثير الذنوب ورجل، ادعو انت سبحان الله. فاول واحد دعا يا رب اللهم ارزقنا، سبحان الله. شوية وجه رجل بصنية عليها طعام. تاني يوم يا فلان يا ضيفنا العزيز، قال لا 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 ادعو. فالتاني دعا. تالت يوم قال انت عليك الدور بك. قال طب بالله عليكم انتوا لما بتدعوا الله عز وجل بتدعوا بايه بالظبط؟ عشان ده انتوا بتدعوا الدعوه من هنا نلاقي الراجل طلع من ورا الجبل بطعام من هنا، هو ده مصباح علاء الدين ولا ايه؟ قال الاثنين نعرف رجلا يسمى ابو عبد الله القرشي، هم ما يعرفوش انه هو رجل صابر على زوجتي 26 عاما، فنقول يا رب اللهم بحق صبر هذا الرجل ارزقنا فارزقنا. راح رجع نازل من الجبل ورجع البيت، قال انا بيستشفى عندي عند الله، ها انا عند الله سبحان الله.